اسمح لي ان انقل لحضرتك كلام الطرف الاخر اللي بيقول ان خالد البلشي ويحيى قلاش وجمال عبد الرحيم تسطروا على مجرمين هاربين داخل مقر نقابه الصحفيين اللي هم مسؤولين عنه. ايه رد حضرتك؟ الحقيقه ده كلام يعني يجاوز كل الحقائق. اولا ليس لنقيب الصحفيين ولايه على عضو داخل هذا المبنى. ثانيا نحن امام محاوله الهائنا بشيء اخر غير الدفاع عن حقوق الصحفيين. نحن امام زملاء لجأوا لنقابتهم لطلب المثول امام النيابه وليس لشيء اخر. والاتصالات التي جرت كانت كفيله للرد على ذلك. فهم محاوله استدعائنا لكلام جانبي ليس حقيقي ده بعيد عن كل الحقيقه. نحن امام زملاء لجأوا ونحن بادرنا بالمخاطبه لكي يتم مثولهم امام التحقيق وليس العكس. ما جرى ده مثبت في تحقيقات النيابه ومثبت في المرافعات ومثبت في كل شيء ومثبت في اقوال الزملاء امام النيابه فالقضيه ومثبت حتى في الوثائق التي استعانوا بها والتسجيلات التي استعانوا بها وقت الحكم. فالقضيه ليست كذلك. حتى الزملاء اللي بيتكلموا عنهم هم دلوقتي بالمناسبه كانوا قاعدين معانا النهارده وبيتكلموا يعني هم خرجوا واحنا بيتحكم علينا. هي قضيه عشان كده لابد ان نرى القضيه في اتساعها. هي قضيه الحريات العامه في هذا المجتمع. هي قضية نظام يعتدي على الحريات العامة ويقتضي على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. هي قضية مستقبل هذه المهنة في ظل كل هذه التحركات التي تحدث. إنما محاولة إن احنا ناخدها المعركة جانبية أنا لن أجر لهذه المعركة. أنا أجر على أرض أنا على أرضية الدفاع عن هذه المهنة، الدفاع عن حرية هذه المهنة، الدفاع عن حرية زملاء محبوسين، الدفاع عن حق زملاء في ألا يداروا من قرارات تؤخذ دون استشارة أحد مثل قرارات الاقتصادية الأخيرة يدفع ثمنها الجميع. الدفاع على أرضية أن لدينا قوانين تؤسس المستقبل وهم يريدون إلهاءنا الآن بقضايا فرعية لكي نفارق هذا المستقبل.